بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء نأخذ وإياكم ما جاء عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ما جاء من قراءات وروايات كثيرة وعديدة لكتاب الله سبحانه وتعالى في موضوع أو في مادة يمكن أن نطلق عليها اسم تطبيق القراءات. فنقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى من الفاتحة والبقرة بروايات القراء السبعة كاملا. وهذه الروايات إن شاء الله نبدأها بالإمام قالون، كما بدأ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، بدأ بالإمام قال، وكذا القراء إذا قرأوا وجمعوا القراءة فبدأوا بالجمع بمن؟ بقالون. فنبدأ نقرأ ما شاء لنا حتى تفهمون قراءة قالون، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى قراءة ورش، فهو الذي بعده في الترتيب، ثم قراءة الإمام ابن كثير، ثم أبو عامر، ثم كل القراء إن شاء الله نعرج عليهم هكذا من كتاب الله سبحانه وتعالى جزء أو نصف جزء أو شيئا يعطي لكم صورة واضحة عن ما هي القراءات وما هي الخلافات. فيأتي أحدكم هنا يقرأ، ثم الخلاف الذي يقرأه نبينه ما هو هذا الخلاف وما معناه وما سببه، فيكون بذلك إن شاء الله بيان وإيضاح لهذه القراءات السبعة التي جاءت في الإمام أو عند الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. أولا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى برواية الإمام قالون رحمه الله تعالى كما أخبرناه، وترتيب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فيأتي إذا أحد منكم ليقرأ سورة الفاتحة برواية الإمام قالون. من يأتي؟ لا بس أي أحد يأتي يتفضل. حتى يستفيد. نعم يأتي علفان في البداية، هو ما شاء الله يقرأ في الدرة، في شرح الدرة، وسيقرأ العشرة إن شاء الله. ونبدأ نسمع منه سورة الفاتحة برواية الإمام قالون. وقبل أن يبدأ الإمام قالون رحمه الله تعالى إذا قرأ أو إذا قرأ له فإنه يقرأ بأربعة أوجه. الإمام قالون له في ميم الجمع، ميم الجمع له أن يسكنها مثل حفص وباقي القراء، وله أن يصلها، لا يقول لهم، يقول لهم. الإمام قالون له وجهين في هذه الميم، ميم الجمع. كما أن إمام قالون رحمه الله تعالى له في مد المنفصل وجهان، إما أن يقصره وإما أن يوسطه. ما أنزل ما أنزل ما أنزل، دو حركات، ما أنزل، أنبات حركات أو ليما. أيوة. إذن هذا الإمام رحمه الله تعالى إذا نقرأ له سنقرأ له بأربع أوجه، لأنه على الإسكان، على إسكان ميم الجمع سيقرأ بالقصر، وعلى الإسكان كذلك سيقرأ بالتوسط، ثم على الصلة سيقرأ بالقصر، بالقصر، ثم على الصلة سيقرأ بالتوسط. له أربعة، اثنين هنا خلاف واثنين هنا خلاف، اثنين باثنين صاروا أربعة. نعم، نبدأ نسمع سورة الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم، الآية الأولى ليس فيها خلاف،
ما في فيها خلاف لقالون، فهو يقرأها مثل حفص. ليس كل آية فيها خلاف، بعض الآيات وبعض الخلافات، فالذي ليس فيها خلاف نمر عليها، والذي فيها خلاف هي التي سنبينها إن شاء الله. نعم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا الخلاف في ملك يوم الدين، يقرأها قالون بحذف الألف، لا يقول مالك، يقول ملك بالقصر كما قال إمام الشافعي. إذن قراءة صحيحة مالك، وقراءة صحيحة ملك يوم الدين. إمام قالون من الذين يقرؤون بحذف الألف، فلا يقول مالك، يقول ملك يوم الدين. هذه قراءة صحيحة متواترة جاءت عنه، قرأها على الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. الآن قرأها الأخ عرفان على إسكان ميم الجمع، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن له وجه آخر وهو صلة ميم الجمع، يصلها عند الوصل. طبعا إذا وقف عليها كلهم متفق عليهم إلا حمزة عليهم، لكن في الميم الجمع هذه كلهم متفقون، ما في صلة عند الوقف، هذه الصلة عند الوصل. فالآن سيقرأها بالصلة، فسننظر ما هي هذه الصلة وكيف تغيرت القراءة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننظر هنا الخلاف بأن الميم صارت مو، كأن بعدها واو عند الوصل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا وجه الثاني لقالون، يجوز تقرأ له بهذا ويجوز تقرأ له بهذا، كلاهما وجهان صحيحان عنهما أو عنه رحمه الله تعالى. نعم. ندخل في سورة البقرة. طبعا الإمام قالون من الذين يبسملون بين السورتين، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبسمل بين السورتين بسنة. باء حرف قالون، رمز قالون، رجال نموها درية وتحملا. إذن قالون، إمام قالون من الذين إذا انتقل من سورة إلى سورة يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض القراء لا يبسمل، يسكت، وبعض القراء يصلها، يجوز أوجه عند القر، لكن قالون سنأتي على كل قارئ إذا مد الله بالعمر. لكن قالون نحن الآن الذي نتكلم عنه هو يبسمل، فيقول ولا الضالين، يريد يقرأ الآن البقرة صح، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يدخل في السورة. نعم. بسمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يقرأ آخر أو يبقى مع عرفان؟ نريد آخر، من يقرأ؟ لا بس واحد أو أكثر؟ أكثر من واحد. نعم. لا بس إذا لا يقرأ بحفص، أنا لا أريده يقرأ بالقراءة، أنا أريده يقرأ بحفص ثم أنا أشرح ثم هو يقرأ بالقراءة، فهمتم؟ هو يقرأ بحفص، لكن عرفان لأنه ما شاء الله يعرف، لكن لا بأس أي أحد يقرأ بحفص ثم نظر، لا بأس، ثم أقول له كيف يقرأ بقالون فهو يقرأها مرة أخرى، لا بأس، ليس صعب. ذو الفقر، تفضل.
silahkan. Jazakallah khair, Syekh Arfan Alfan, masya Allah. نعم لا بس افتح المصحف ألف لام ميم بسم الله قرأ ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أنجب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بارك الله فيك. هذه الآية الآن فيها ميم جمع أين ومما رزقناهم، أليس كذلك؟ إذن القراءة الأولى صحيحة لقالون، لكن نضيف له وجه آخر وهو أن يقرأها بصيلة ميم الجمع ومما رزقناهم ينفقون. اقرأ الثانية. ومما رزقناهم ينفقون. زيد لا بأس. ثم يحضر نفسه أحد منكم. والذين يؤمنون بما يقرأ قلنا بالقصر بالمنفصل وبالتوسط. إذن أولا نبدأ له بالقصر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبال فهم؟ ثم تأتي بالتوسط. أولا تبدأ بالقصر له، فما في طول في البداية، أولا قصر ثم يأتي التوسط بعد ذلك. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة كمل آية وبالآخرة هم يوقنون. الآن قرأ بالقصر وماذا فعل في الميم؟ إسكان. الآن نريد قصر لكن في الميم صلة. فهمتم؟ يلا اقرأ. والذين يؤمنون بالقصر لكن عند الميم لا تقل هم، قل هم. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بارك الله فيك. هذا الوجه الثاني، قصر وصلة. ثم الوجه الثالث أن يأتي بالتوسط فيما أنزل في المنفصل ولكن بإسكان ميم الجمع. فهمت؟ هم ينفقون لكن بالتوسط. اقرأ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا وجه التوسط والإسكان، توسط مد منفصل وإسكان ميم الجمع. بقي الوجه الرابع والأخير وهو توسط المنفصل وصلة ميم الجمع هم ينفقون. فهمت؟ والذين يؤمنون بما
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. صلة. صلة. قد قرأت هذا الإسكان، قرأت أولاً صح؟ الآن الوجه الثاني. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خير. نعم، بقي وقت آخر، متى الإقامة؟ الأذان فيه؟ الآن وقت الأذان. بارك الله فيكم. إذن هكذا إن شاء الله كل أربعاء نأخذ قليلا من رواية قالون وقليلا إن شاء الله من ورش وباقي القراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ما يحبه ويرضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب